مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج اولادي جننوني. حلقه النهارده بتهم كتير جدا من الامهات لانها خاصه بمعاناه بتعانيها الام مع طفلها وهو مرض التبول اللا ارادي عند الاطفال. النهارده هنعرف مع بعض اسباب المرض ده وازاي نتغلب عليه وازاي الام تحاول ان هي تشخص الحاله صح عن انها تاخد ابنها وتروح بيه للدكتور المتخصص علشان تعرف ازاي تحل المشكله دي. هنعرف سوا مع بعض حل المشكله من خلال ضيفنا المنور في الاستوديو الاخصائي النفسي الاستاذ سامح عرفه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. انا سامح عرفه. في البدايه استاذ سامح عايزين نعرف الناس يعني ايه التبول اللا ارادي عند الاطفال. طيب جميل، يعني خلينا بس في البدايه نقول التبول اللا ارادي ببساطه خالص ان طفل بيعمل حمام على نفسه لانه مش عندوش القدره يتحكم في موضوع البول. يعني وعلاج التبول اللا ارادي والتبرز الارادي ممكن ناخدهم الاثنين في زمله واحده اكتر. بس خليني اقول حاجه مهمه قبل ما اتكلم في القصه دي، يعني احنا ممكن نعالجه من كذا اتجاه. انا جاي النهارده حد بيتكلم عن ان ابني بيشتكي ان هو عنده تبول لا ارادي، اول سؤال المفروض اساله له عشان اقول انا هكمل مع علاج او مش هكمل اصلا. لو هنتكلم عن النقطه دي اللي هي ازاي احدد اصلا هو في مشكله او ما فيش مشكله. التبول الارادي طفل ما عندوش القدره انه يتحكم في عمليه البول، المثانه ما بتقدرش تحوش البول لفتره طويله فبيعمل تبول لا ارادي، اسمه كده ببساطه. اول سؤال اساله له الطفل ده عنده كام سنه؟ يعني مثلا لو بفترض ان الطفل ده اقل من 5 سنين، 4 سنين ونص، 3 سنين، سنتين، الاعمار دي كلها ما اقدرش اقول ان هي عندها مشكله تبول لا ارادي. ليه بقى؟ يعني لو قلت لحضرتك مثلا حد بيشيل حديد، عارفه بيشيل كمال اجسام وبيلعب، لو جبت طفل مثلا عنده سنتين وقلت له شيل الوزن ده 20 كيلو 30 كيلو هيقدر يرفعه؟ محمدوش فوق طاقته. بالظبط، هي الفكره كلها ان عضله المثانه وعضله الحوض اللي هي بتتحكم في عمليه حبسان البول هي اللي بتتحكم فيها، العضلات دي قادره على التحكم فيها، ما بتكونش خدت النمو الكامل اللي تقدر تحوش كميه البول من النزول غصب عن الطفل. ما اقدرش احاسب الطفل على الفتره دي كلها. احنا للاسف بيجينا امهات اطفالها 3 سنين و4 سنين، الولد لحد النهارده مش قادر يبطل يعمل حمام، وللاسف ان هم بيضربوا بتبدا تزيد المشكله. في حل ان ممكن اقعد اقول للطفل يا حبيبي لازم تحاول تبطل، يا حبيبي لازم تبقى كذا، يا حبيبي لازم تبقى كذا. ده نوع من انواع الحلول، بس في الحاله دي احنا مش بنشتغل بتعديل سلوك. احنا خلينا نقول ان العلاج الاقوى مع الاطفال في التبول الارادي هو تعديل السلوك. انا ليه بقوله في الاول معاني العلاج هيبقى في الاخر؟ تمام. على اعتبار ان هو المبدا بتاعنا والمدخل بتاعنا يكون العلاج السلوكي. خلينا نقوله من الاول عشان كل الفقرات اللي جايه تبقى متماشيه مع الفكره دي. سالنا اول سؤال، انت عندك كام سنه؟ طلع عنده 7 سنين، 6 سنين، 5 سنين ونص، 9 سنين، وانت طالع لحد 40 سنه مثلا فوق كده كمان، هنا يبقى في مشكله تبول لا ارادي. ابدا اساله بقى السؤال الثاني. السؤال الاولاني انت عندك كام سنه عشان اقرر هكمل ولا مش هكمل؟ السؤال الثاني حضرتك استشرت طبيب ولا ما استشرتش طبيب؟ يعني احنا هنشتغل في الجانب السلوكي، والجانب السلوكي مهم جدا، والحقيقه ان هو اللي بيوصل للنتيجه النهائيه. نوضح للناس بس يعني ايه الجانب السلوكي؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. يعني ايه العلاج السلوكي؟ جميل يا فندم. العلاج السلوكي بمنتهى البساطه هو منهج علمي متبع علشان يعالج الطفل من مشاكل كتير متعدده. يعني مثلا لو انا عندي طفل عنده اي مشكله سلوكيه، هنفترض مثلا غير التبول الارادي طفل بيشتم، طفل بيضرب، طفل بيعمل حتى التبول الارادي عشان هو موضوعنا يعني عيب في الشخصيه او عيب في الاضطراب بيقوم بيه الطفل فعلا المفروض ما يعملوش. اي سلوك سيء انا بتكلم عليه. ممكن اجي اقول للطفل يا حبيبي خليك كذا 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 واقعد اتكلم معاه كتير، غالبا احنا بنعمل مع اطفالنا كده. بس احنا كده مش بستخدم علاج سلوكي خالص، ده نوع من العلاج اسمه العلاج المعرفي. يعني انا بقول له وبغير المعارف والاتجاهات بتاعته. ممكن اقعده كده قدامي وانا ايه مبقعش الشيزلونج كده واقعد اقول له طب احكي لي بقى انت زمان وانت صغير مامتك كانت بتضربك عشان بتعمل بتبيع على نفسك وانت صغير كان بيحصل معاك كذا وكذا وكذا وكذا، فيقعد يقول لي اه ده زمان حصل معايا وضربتني وكويتني بالنار ولسعتني بالشمعه. هذا برضه اسلوب كويس في العلاج بس مش تعديل سلوك، ده اسمه التحليل النفسي. هو دي مناهج في العلاج. ثبت علميا ان اقوى وسيله لعلاج المشاكل عند الاطفال وعند الكبار وعند الاطفال بشكل فعال هو تعديل السلوك. تعديل السلوك ببساطه خالص هو بيعامل الطفل على ان هو ببساطه كده كائن بيولوجي. يعني ما بيكلمش العقل بس، هو بيكلم الجزء البيولوجي فيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بدربك ان انت تتخلص من سلوك معين لعدد معين من الايام. ف
افترضت مثلا حضرتك ايه يعني بتظبطي المنبه مثلا انك تقومي كل يوم الساعه 4 الفجر، لو بتقومي 4 الفجر يعني 21 يوم بالظبط اللي هم 3 اسابيع، تقومي كل يوم كل يوم كل يوم على المنبه لمده 21 يوم، اليوم ال 22 تلقائيا انت بتقومي من غير اي حد يقوم خالص. بجرب الساعه البيولوجيه للجسم على تكرار اداء معين. الله ينور عليك، ده اللي اقصده اللي هي الساعه البيولوجيه. اذا تعديل السلوك في النهايه ما بيفرقش بين طفل ذكائه عالي ذكائه منخفض، احنا لما بنتكلم عن مشكله التباين الارادي هتلاقي موجود عند الطفل الطبيعي والطفل الاعاقه، يعني عشان الاطفال كلهم بيبقوا جمله واحده، الطبيعي والاعاقه بعملهم نفس المعامله. الفكره كلها ان انا بعدي الكائن بيولوجي بس بالممارسه وبالتكرار ممكن يجي نوع من العلاج معي. يعني خلينا اقول لك مش ممكن، وخلينا اقول لك مش اكيد، بس بالتاكيد النتيجه بتيجي. يعني هو تعديل السلوك قائم على فكره 1+1=2. المناهج اللي قلتها حضرتك الثانيه دي فعاله في العلاج، مفيش مشكله برضه عادي، لكن التعديل السلوك هو الاقوى اللي هو نتائجه حتميه طالما مشيت على نفس التسلسل اللي احنا عايزينه. جميل يا دكتور، يعني احنا كده لخصنا ان اول نقطه ان انا ما اقدرش اعاقب طفلي على التبول اللا ارادي قبل سن 5 سنين، لان ده امر طبيعي ان هو يكون غير قادر على التحكم، وغير بعد 5 سنين لغايه سن كام؟ لاي سن ما اعاقبوش ابدا. انا مش بعاقبه، لا انا بلاحظ ان ده امر مش طبيعي. لا طبيعي لغايه 5 سنين ان الطفل ما يقدرش يتحكم في عمليه التبول. بعد 5 سنين بفتره قليله اقدر الاحظ، وبعدين اقدر استشير دكتور او اوديه الاحظ عليه عمليه المتابعه واشوف ده مرض ولا في حاجه ثانيه. بالظبط. ثاني حاجه ممكن نستخدم التعديل السلوكي اللي هو بيرجع للجانب النفسي، المحادثة، الملاطفة مع الطفل، ما استخدمش مبدأ العقاب لحد ما اشوف الموضوع هيمشي معاه بالسلوكي ولا بالعلاج. تمام. يعني خليني اكد على كلام حضرتك تاني، انا لما استشرت الطبيب قال لي ما فيش مشكلة عند الطفل، يعني ما عندوش مشكلة عضوية. الطبيب طبعا هو لا يتحدد المشكله في المثانه، مشكله في الحوض، مشكله مش عارف ايه في الشرايين، ايا كانت المشكله الطبيه. يعني عيب داخل الجسم. ايوه. الطبيب الشاطر بقى هيقول لك ايه، طيب احنا هنعالج المشكله دي، بس يفضل اتباع العلاج السلوكي او تعديل السلوك عشان نساعد الطفل ان هو يمارس طريقه معينه ثانيه عشان يوصل للنتيجه اللي هو عايزها. يعني عارفه تعديل السلوك ده يا فندم عامل زي ايه؟ يعني لو حضرتك بتعملي كده في البيت جيلي، تعملي جيلي كريم كراميل ورز، يعني مهلبيه ايا كان، هتحطيها في قالب مثلا على شكل قلب، هتقلبي الجيلي هيطلع الجيلي على شكل قلب. طب حطيت رز وتقلبيه، هو عامل زي القالب اللي بتحط فيه اي مشكله بيطلعها لك بشكل معين في النهايه. يعني علم الطفل اي سلوك. اذا اول شيء انا بساله الطفل ده عنده كام سنه، تاني حاجه بقول للطبيب انت استشرت طبيب ولا لا، الجانب الطبي مهم جدا. يعني زي ما اكون بقول لحضرتك بالظبط كده، هل ينفع انمي انتباه بصري عند طفل وهو بلايند ما بيشوفش؟ طبعا مستحيل. عشان كده بقول لك اهتم جدا بالجانب الطبي عشان هو الاساس اللي بعديها هنكمل او مش هنكمل. في كل الاحوال ابدا بقى احط خطه علاجيه لمشكله التبول الارادي مع ارشادات مهمه جدا لازم الام تعرفها. يعني غالبا الطفل اللي بيعمل تبول ارادي بعد سن كبير شويه، يعني اللي هو بقى خلاص اللي هي اصبحت مشكله، اللي هو بعد 6 سنين 5 سنين السن ده كله ابدا اقول ان في مشكله تبول لا ارادي. يعني هو سلوكيات وعادات خاطئه احنا بنتبعها. يعني الاطفال اللي بيشربوا ميه غازيه كتير، الاطفال اللي هم بياكلوا حوادق كتير، بياكلوا سكريات كتير، شيبس كتير، كل القصه دي بتصب في النهايه ان المثانه بتحركها بتبقى مليانه بالبول، الطفل ما بيعرفش يتحكم فيها بيعمل حمام على نفسه. يعني هنا الاهل بيكونوا السبب ان هم ما بيتابعوش وما عندهمش الوعي والثقافه الكافيه بنوع الاكل اللي بياكله الطفل، وبالتالي هو بيصاب بالمرض ده من غير ما هم يعرفوا هم السبب. حتما نقدر نقول كده. يعني الاضافه كمان العوامل النفسيه كتير. انا عايز اعرف الاسباب الرئيسيه للمرض بالذات عند الطفل، يعني الطفل ده يعرف منين ضغوط نفسيه او مشاكل علشان يصاب بمرض زي ده؟ تمام. اهم الاسباب ايه؟ يعني خلينا نقول الاسباب اللي هي العادات السلوكيه دي وهنتكلم فيها بشكل اكتر. خليني احكي لك قصه ظريفه. يعني احد الاصدقاء يعني في مره بيقول لي انا كنت بعمل تبول لا ارادي على نفسي لحد سن 10 سنين. وبعدين جيت يا سامح بطلت بقى لي 3 أو 4 شهور، ففرحت خلاص انا بطلت تبول لا ارادي. فبابا اشترى لي ترينج جديد وقال لي البس يا حبيبي وبتاع، فلبسته كده ورايح لماما بقول لها شوف يا ماما الترينج الجديد لقى نفسه جميل وحلو ازاي، فقالت له الله يا حبيبي ما شاء الله عليك جميل، بس على الله ما تبلهوش بالليل. بيقول لي دعم نفسي ثاني يوم عامل على نفسي. الفكره كلها ان هو ده عامل اساسي جدا. المشكله مش في فكره التبول بس، المشكلة ان التبول اللا ارادي ده ممكن يخلق مشاكل اكبر بالنسبة للطفل.
يعني لو احنا خدنا التباؤل الاراضي ممكن يعمل سلسله مشاكل زي ايه؟ لا ده ممكن يعمل طفل انطوائي. دي المشاكل اللي بتنتج عن مرض التبول التباؤل الإرادي الإرادي للأطفال. بالظبط. طب هنرجع بس للأسباب الرئيسية تاني عشان نلفت نظر الأمهات إنها تاخد بالها، لو عملتي كذا خدي بالك ابنك ممكن يحصل له كذا وأنت مش عارفة. تمام. يعني نحصر الأسباب الرئيسية للمرض ده عند الأطفال من سن مثلا 5 سنين اللي هو السن المتوقع فيه إن الطفل يكون قادر على التحكم بقى خلاص، تمام، لحد فيما فوق. إيه الأسباب اللي لو حصلت ممكن تؤدي للمرض ده عند أطفالنا؟ خلينا نأكد في البداية، مثلا ضرب الأطفال، يعني احنا بنمنع منعا باتا فكرة الضرب أي شكل من أشكال العنف مع الأطفال. أنا بتكلم عن الأسباب النفسية في المقام الأول، اللي هو مثلا الخلافات ما بين الزوج والزوجة قدام الطفل، خلي إن الزوج والزوجة لما يقعدوا يختلفوا الاتنين قدام الطفل واختلافهم يزيد يؤثر على طبعا نفسيته طبعا. بيأثر فعلا. ترجع أسباب في المدرسة نفسها، المدرسة نفسها، المدرسة ممكن تحرج الطفل بكلمة تضايقه، هي عاملة يعني أنا مش عايز أرجع للعوامل اللي هي ما وراء نفسية بقى التحليل النفسي والحاجات دي، أنا عايز أكون في إطار تعديل السلوك اللي هو الجانب الأسهل اللي أنت هتعرف تطبقه وتوصل له بسهولة. أي مشكلة نفسية مهما كانت بسيطة جدا مجرد وعد للطفل إن أنت حبيبي هنعمل لك كذا لو عملت كذا وبعدين ما تنفذش ممكن تنفذ عن نفسها في عملية تبول لا إرادي. اكيد مفيش حد عنده ما عندوش مشاكل نفسيه او اخطاء من ديت بتظهر قدام الاطفال. احنا نقول خلينا نبقى الايديولوجيه العامه بتاعتنا في التعامل مع الطفل ان احنا نكون كويسين، ولما يحصل موقف او موقفين صغيرين مش هيأثروا بالشكل ده على الطفل. ده بتكلم عن العوامل النفسيه في طول الوقت. يعني حضرتك تقصد البيئه المحيطه بالطفل أيوة. والمجتمع والاسره اللي بياخد منها ثقافته وراحته وامانه النفسي، لو حصل فيه خلخله او قلق احنا ما بنكونش حاسين ان الطفل الصغير ده فاهم ومتاثر بيها، وبالتالي جواه بقت في مشاعر مختلفه بتخرج بقى في هيئه التبول اللا ارادي، طبعا هيئه امراض نفسيه تانية مختلفه. طبعا بالظبط، برافو عليك. يعني انت كده اجملتي تقريبا الفكره كلها بتاعه تعديل السلوك حته ظريفه جدا، ان اساسا تعديل السلوك ان انا بعدل البيئه المحيطه بالطفل عشان اعالج الطفل نفسه، لكن تعديل السلوك عمره اصلا ما ركز على الطفل، ده بالعكس. فتخيلي ان من اساسيات العلاج السلوكي او تعديل السلوك او اداره وتعديل السلوك ان انا ما ركزش على السلوك الاساسي وما ركزش على السلوك الهامش اللي بيظهر وراه. يعني على اتصال هناخد استاذ عبد الهادي. الو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. والله انا عندي بنتي صغيره، يعني ما تقدرش تقدر يعني تمسك نفسها، ممكن تعمل على نفسها الحمام وهي واقفه. كم سنه يا فندم؟ على بتاع 4 سنين، 4 سنين ونص كده يعني. 4 سنين؟ اه. طيب لو حضرتك انا بضربها على كده واحيانا بكلمها بالراحه وكده، معلش مش عارف الموضوع ده حل، هل ده مرض مثلا ولا شيء يعني؟ تمام. طب لو حضرتك سمعنا من اول الحلقه في مشاكل في الاسره، بتعاقبوها بشكل عنيف، بتضربها قبل ما تنام مثلا، ولا بتتعاملوا معاها ازاي؟ يعني الطفل عادي، يعني مش اوت للاطفال عادي يعني. تمام. طيب الدكتور هيرد على حضرتك. تمام. هو طبعا على نفس الكلام، هو احنا كنا هنشير حالا ان التباول الارادي اصلا بينقسم لنوعين. في كل الاحوال هنأكد على حته اسمه ايه؟ لا ارادي، غصب عنه. يعني هو مش بمزاجه او قادر يتحكم فيه. بالظبط. فايا كانت الاسباب وايا كان الموقف اللي عمل فيه تباول ارادي، طالما هو لا ارادي ما ينفعش اعاقب الطفل لا بالكلام ولا بالضرب ولا بالزي. انا عاجبه اللي هو قادر يعمله بنفسه، انما حاجه خارجه عن ارادته ده طفل لا يملك ارادته يعني. مظبوط يا فندم. طيب دلوقتي طفل بيعمل تباول ارادي، النوعين بتوعه بقى ليلي ونهاري. هو طبعا الاخطر شويه بيبقى النهاري، ان الطفل بيبقى واعي وشايف هو بيعمل ايه وبيعمل، بيبقى في مكان مع زملاء او خارج البيت طبعا. الام ما تقدرش تتحكم في انها تداريه مثلا عن حد او تداري موقف. هنا بقى بنرجع لاصل تعديل السلوك. يعني انا بنصح الاستاذ عبد الهادي لو هو عايز يعالج البنت او يبدا يبحث عن المشكله موضوع التباول بالنهارده، طبعا يستشير طبيب الاول. هو ليه الطفل في السن ده وهو صاحي ما بيقدرش يمسك نفسه في الحمام؟ طيب لو الطبيب طمننا، وده ان شاء الله يكون اكيد يعني طمننا وقال ما فيش مشكله، ابدا اشوف بقى خطوات العلاج السلوكي. يعني مثلا هو ما ينفعش برضه في تعديل السلوك ان اقعد اتكلم اقول الولد بيعمل حمام على نفسه. خلينا نقول انه ادق لما اقول لحضرتك انا نسبه ذكائي او درجه ذكائي 95 درجه، ولا لما اقول لك انا متوسط الذكاء، مين الادق؟ متوسط ولا 95؟ اعتقد متوسط. لا 95. اقول لك ليه بقى؟ لان المتوسط ده من 89 لحد 110. فلما اقول لك متوسط، طب هو 89 ولا 90 ولا 90؟ لكن لما اقول لك 95 انا كنت دقيق جدا. عشان كده بنقول في تعديل السلوك واساس شغلنا
ان احنا نقوم بتحويل الكلام الكيفي اللي بتعمل حمام على نفسها وهي واقفه بالنهار الى ارقام. لازم حضرتك تحسب لي بتعمل كام مره. ياخدوا بالهم بقى من المعلومات دي، يعني مش الموضوع مش هباء كده انا بنتي بتعمل حمام، انا بنتي بتتبول على نفسها، لا انا الاحظ بقى مثلا واكتب في ورقه اسمها ايه. ملاحظه وقياس في اليوم كام مره، ملف كامل بيتملي. انا عندي مشاكل. طب ننبههم يا دكتور، يعني في اليوم كام مره، الصبح ولا بالليل، جوه البيت ولا في اماكن عامه مثلا، لا وحاجه كمان في الحضانه ولا جوه البيت، وكل قد ايه. يعني لو حد زعقلها ولا في العادي ده بتاعها العادي اللي انت بتقولي ده. بقى حاجه تانية بنسميها بقى في تعديل السلوك اسمها سوابق ولواحق. يعني زي حضرتك بتقول في التشخيص هتبقى كلمه طبيه اكتر شويه. بقول في القياس ان احنا بنعمل قياس نفسي، وبقول البنت دي انا بتعمل حمام حالا، ايه اللي بيكون حصل قبلها حالا؟ ده اللي انا اقصده. هل انت لسه ضاربها، لسه مزعلها، لسه معقدها؟ وبعدها كمان بيحصل ايه؟ يعني بعد التبول كمان اخد بالي؟ قبل طبعا اساسي، لان انا هقول لحضرتك الطفل ده لما بيعمل اي سلوك شتم خلاص، رحت انا مزعق له هيعمل ايه؟ اكيد في موقف هيصبر، بس هيسكت مثلا. ما يحب ينرفزني هيشتمني. طب لو ضحكت له على الشتيمه، لما يحب يضحكني هيشتمني. هو عايز يقول لك ان اي سلوك بيصدر مننا احنا بعد سلوك سلبي او ايجابي بالنسبه للطفل، هو اللي بيعزز السلوك او بيأذي. يا بيكرره يا بيرفضه بيخاف يكرره. فاحيانا تجاهل سلوكيات كتيره خاصه في السن الصغير بتاع الطفل 4 سنين ونص من الشعب، هذه ده سن مناسب جدا ان انا اتجاهل الطفل وسلوكياته. طيب يبقى انا بحسب هي بتعمل كل قد ايه، بس بتعمل كم مره في اليوم. يبقى لما اقول مثلا ان البنت بتعمل 10 مرات في اليوم، يبقى انا هدفي بالرقم اهو ان انا اوصلها انها تعمل ولا مره على نفسها في اليوم، يبقى من 10 لزيرو. طبعا بعد ما تاخدها للدكتور، لان في ناس بتبقى فاكره ان هي قادره تعالجها بشكل شخصي. يعني الاب والام يقول لك لا دكتور ايه، انا هفضل وراها لغايه ما تبطل مثلا. خلينا نبقى شطار شويه. طيب ازاي؟ تخصص حلو يعني، خلينا نبقى شطار. لا انا اقصد الاسر اللي ما عندهاش الوعي الكافي بالموضوع ده. لا مش الموضوع مش مستاهل دكتور، ده بس انا ضربتها شويه وهي خايفه. طب ما هو وصل لمرض وانت مش متخيل ان المرض ده بيضرها. طبعا يعني في مرحله اكبر يا فندم، الطفل بيكبر اكتر وممكن يعمل الكلام ده ويخاف ويخبي. يعني احنا شفنا حالات وصلت ل 39 سنه وهي زوجة. انا عايز اقولها مع حضرتك، لو الطفل كبر على الموضوع ده وبقى عنده كبت في اللاوعي وكبر، يعني نضج خلاص ودخل في سن المراهقه من هو طفل والمرض ده متلازم معاه، ايه الاضرار اللي بتحدث للحاله دي؟ طبعا عايزك تتخيلي، عايز حضرتك تتخيلي حياه المراهقه بتبقى جافه قد ايه وفيها مشاكل قد ايه. لو هو بيعمل حمام على نفسه، طب الزوجه دي اللي بتنام جنب جوزها وممكن تعمل حمام على نفسها، تخيلي هي قلق كبار السن. طبعا قلق نفسي رهيب. انا طبعا انصح طبعا في كبار دول اساسا لازم يكون في، حتى لو مره واحده لازم يكون في طبيب يشخص يقول في مشكله طبيه ولا لا، ومع العلاج الطبي والدوائي لازم يكون في علاج سلوكي. يعني دكتور هو مع جميع الاعمار بيرجع لنوعين من الاسباب ونوعين من العلاج. ايوه. سبب نفسي. ايوه. اللي هو السلوكي وعلاج. ده بيحتاج تعديل سلوكي. وسبب عضوي ده بيحتاج كشف طبي لتشخيص الحاله في البيت. تمام يا فندم، برافو عليك. هو دي اجمالا مشكله الـ او خطه تعديل السلوك في التبول الارادي. لكن لو بنتكلم عن اسباب اخرى، بتكلم مثلا عن طفل قبل ما ينام يروح شارب ميه كتير، خلاص دي اسباب طبيعيه بقى. طبعا ما هي غالبا لو حضرتك قعدت تدوري ورا الاسباب النفسيه كمان، يبقى في الاسباب اللي هي العادات السلوكيه. حضرتك يا فندم احنا كلنا كتله من العادات السلوكيه الخاطئه. مش بحب دايما اكون سلبي، بس بالفعل احنا عندنا عادات سلوكيه خاطئه جدا. اتعشى واقوم انام. او حضرتك ذكرت شرب المشروبات الغازيه بشكل طبعًا كبير جدا للاطفال. السكريات اللي بتخليك تشرب ميه اكتر، اللي بتخزن الميه في الجسم. ايوه. والاملاح اللي بتخزن ميه اكتر في الجسم. فقال لك بنصيحه بشكل عام، الطفل ده لما يجي يتعشى، مفترض يتعشى في وسطنا، ما يتعشاش لوحده. دايما الطفل الصغير اللي هو يتعشى ده ما يعني عايز ياكل اي حاجه، انت بتتحكمي، لا حبيبي كل دي ما تاكلش كتير. لو هو سنه كبير طبعا بيبقى في اتفاقيه متبادله بينه وبينه، ان انت المفترض ان انت تساعد نفسك وتخلينا نساعدك ان انت تقوم ناشف كل يوم عشان تاخد مكافاه او تاخد التدريب بتاعك يوميا. تمام. معانا تقرير خارجي هنشوف فيه فقره عن التبول اللا ارادي، وهنرجع نستضيف دكتور عصام عبد الله معانا. مشاهدينا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. اولادي جنوني وانا مش عارف اعمل ايه، قولوا التحليل وتحليل تتحمل. اولادي جنوني وانا مش عارف اعمل ايه، وخلاص الهبت وبتقوم لي اعمل ايه. التبول اللا ارادي من اكثر الاضطرابات شيوعا في مرحله الطفوله،
هو عبارة عن انسياب تلقائي للبول ليلا ونهارا لدى طفل تجاوز عمره الأربع سنوات، أي السن التي يتوقع فيها أن يتحكم الطفل بالنساء نفسه، ويمكن أن يكون التبول أوليا بحيث يظهر في عدم قدرة الطفل منذ ولادته وحتى سن متأخرة على ضبط عملية التبول، أو يكون التبول ثانويا بحيث يعود الطفل إلى التبول ثانية بعد أن يكون قد تحكم بمثانته لفترة لا تقل عن سنة. وفي بعض الأحيان يترافق التبول اللا إرادي بالتبرز اللا إرادي أيضا، ولكي نطمئن الوالدين فلا بد أن يكون هناك علاج لهذه المشكلة، ولكن لا بد أن نتعرف أولا على الأسباب المؤدية لهذه المشكلة. أولادي جنوني وأنا مش عارف أعمل إيه، قولوا التحرير وصحي تتحاشر إيه. أولادي جنوني وأنا مش عارف أعمل إيه، وخلاص تغيرت وتقولوا لي أعمل إيه. شاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وشفنا التقرير اللي بيتناول التبول اللا إرادي عند الأطفال وأسبابه. معانا دكتور عصام عبد الله استشاري طب الاطفال وحديث الولاده. نرحب بحضرتك يا دكتور. شكرا لانضمامك معانا. زي ما حضرتك شفت التقرير هو بيتناول يعني الشرح الطبي لعمليه التبول اللا ارادي عند الاطفال. احنا عايزين نعرف الناس من الناحيه الطبيه بقى والعضويه ايه الاسباب اللي بتؤدي لمرض التبول اللا ارادي. والحقيقه التبول اللا ارادي بنشخصه لما يبقى في التبول اللا ارادي ظهرا، ان الطفل يبقى عمره اكثر من 4 سنوات ويبقى عنده تبول اللا ارادي بالنهار. التبول اللا إرادي ليلا بيبقى عمره الطفل اكثر من 6 سنوات، يعني ممكن الطفل يتبول لا اراديا طبيعي لغايه سن 6 سنوات. يعني العمر بيفرق كمان. عمر الطفل لغايه 4 سنوات المفروض ان يتحكم في التبول نهارا. التبول ليلا ممكن يتاخر لغايه عمر 6 سنوات. نسبه حدوث المرض في التبول اللا إرادي في الطفل اللي عمره 6 سنوات توصل حوالي 8%، وبتقل النسبة دي حتى بدون علاج. كل ما الطفل يكبر لما يبقى سنه 15 سنة بيبقى النسبة توصل 1%. فده عشان الأم ما تقلقش إن التبول الإرادي ده مرض بيخف حتى لو بدون علاج، هيخف نسبة الشفاء منه بتبقى عالية جدا مع الوقت عشان الأم ما تضطربش نفسيا. الحقيقة التبول الإرادي له أسباب عضوية وأسباب نفسية. كمان احنا ناقشنا الاسباب النفسيه مع استاذ سامح، هنعرف من حضرتك الاسباب العضويه. من الاسباب العضويه الشائعه للتبول الارادي التهابات المجاري البوليه. التهابات المثانه، التهابات حوض الكلى، التهابات الحالب، دي سبب شائع عضوي يعمل التبول الارادي. يعني هنا لازم بقى الكشف الطبي المتخصص، يعني ناخد الطفل لباله الدكتور يكشف عليه طبيا ونعمل مثلا اشعه او التحاليل المطلوبه علشان نعرف لا قدر الله لا يكون في التهاب في الاجزاء اللي حضرتك قلت عليها. طبعا من التاريخ الماضي للطفل بنعرف منه اذا كان بيدي ايحاء ان هو ممكن يبقى سببه التهابات في المجال البولي. في الحالات دي بضطر لازم نعمل تحليل بول عشان نتاكد في التهابات في المجال البولي ولا لا. ولو الطفل فيه التهاب في المجال البولي خصوصا لو بيجي له بويره بصفه متكرره بيحتاج تحليلات ثاني مش اضافه لتحليل البول، منها ان احنا نعمل اشعه تلفزيونيه على البطن عشان نشوف الكلى اخبارها ايه والمثانه اخبارها ايه، وفي انسداد بعض حالات بيبقى فيها انسداد في عند مجرى المثانه. المجرى البولي بيعمل التبول اللا ارادي ده. وفي حالات تانية بنعمل لها أشعة بالصبغة عشان نتأكد إن المسالك البولية كلها سليمة وما فيش ارتجاع في الحالب، ارتجاع من البول يرجع تاني الحالب والكلى ويأثر عليها ووظيفتها بعد كده. تمام. طيب أنواع العلاج يا فندم بتتطلب هنا تدخل جراحي، عملية جراحية ولا عن طريق الأدوية بس؟ هو الحقيقة على حسب، لو هو مجرد التهاب بسيط في المجال البولية بيحتاج علاج طبي. لو المسألة فيها مضاعفات، يعني عملت أشعة تلفزيونية والأشعة بالصبغة واكتشفت إن فيها مضاعفات زي انسداد في قناة مجرى البول، انسداد واصي بيبقى عيب خلق كده واصي، أو في ارتجاع في الحالب ودرجة متأخرة، أو في تكيس على الكلى، ده بيحتاج علاج جراحي. في اسباب تانية للتبول الارادي، اسباب عضوية تانية زي السكر. مريض السكر بيجي له كتير تبول الارادي لانه بيشرب ميه كتير ويتبول
كتير وهو وبيهم صح. بقى في اطفال عندهم مرض السكر في اطفال منتشر يعني دلوقتي منتشر على الكبار بس منتشر دلوقتي، ومرض السكر دايما بيبقى في الاطفال بيبقى من النوع اللي بيحتاج انسولين مش حقن يعني مش بيبقى من النوع اللي بيستجيب للشم. تمام. التاريخ المرضي للطفل ده ممكن هنتابعه من هو حديث الولاده ولا بعد سن معين؟ هو زي ما قلت لحضرتك احنا ما بنشخص التبول الارضي غير بعد سن 4 سنوات للطفل اللي بيتبول نهارا لا اراديا، وبعد سن 6 سنوات للطفل اللي بيتبول ليلي لا ارادي. تمام. طبعا لو هو مريض بالسكر بيبقى في الطفل بيشرب ميه كتير ويتبول كتير وممكن يبقى عنده تبول لا ارادي نهارا او ليلي. تمام. طب امتى بيمثل خطوره بقى مرض التبول اللا ارادي عند الطفل؟ أي. يعني الكبير احنا قادرين على علاجه والتحكم معاه ومناقشته وفهمه الوضع وخطوره الموقف، انما الطفل ما نقدرش نفهمه. أي. ففي طفل ما بيبقاش مستجيب ومستوعي يعني الموضوع ايه، ده بيبقى العلاج معاه ازاي؟ هو الحقيقه زي ما قلت لحضرتك دلوقتي لو في سبب عضوي لازم نعالج السبب العضوي، ده مش هيستعالج التبول اللا ارادي غير بدون تدخل الطبي. يعني لو هو عنده سكر مش هيسيب التبول الارادي غير لو ظبط له السكر. معالجه الامراض الرئيسيه المصاحبه للمرض اللي ادى للتبول اللي سبب التبول الارادي. في بعض امراض زي الامساك المزمن. الامساك المزمن في الاطفال بيبقى مصاحب بتبول لا ارادي، وساعات كمان يبقى مع الامساك المزمن تبول لا ارادي. يعني الامساك المزمن من اشع الاسباب التبول لا ارادي والتبول لا ارادي كمان. فلو عالجت له الامساك بنظمت له الاكل وياخد اكل فيه فايبرز فيه الياف، ممكن ياخد بعض الادويه الملينات وكده، لو عالجت له الامساك المزمن ده هيخف التبول لا ارادي. طبعا العلاج الطبي ده مهم ورئيسي، وبيدخل كمان معاه العلاج السلوكي الخاص بالاستاذ سامح. ايوه. الاثنين بيعتبروا مكملين مع بعض لاتمام عمليه العلاج. الحقيقه اشهر طرق العلاج بالتبول اللا ارادي اللي هو الكونديشننج، ان انا بعمل اللي هو بيسموه التاقلم الظرفي. بمعنى ايه؟ تعويض الطفل على شيء معين. ايوه. في اجهزه معينه بتعمل الارم، بتعمل انذار او تنبيه. مجرد ما الطفل بيتبول الجهاز بيشتغل، الجهاز بيشتغل. فبنعوض الطفل ان هو اول ما يسمع الجرس يقوم ايه يكمل التبول بتاعه في ال يعني بعد حدوث التبول فعليا ولا قبل عمليه الاخراج؟ الجهاز ده بيتنبه اول ما نقطه بول تنزل في الاندروي علشان يتدرب انه يلحق نفسه. ايوه. اول ما تنزل اول نقطه بول الجهاز بيشتغل على طول يعمل جرس، فبنقوم الطفل ان هو ايه يكمل التبول بتاعه في الحمام. الحقيقه دي الطريقه دي ناجعه في حالات كتير جدا من الامراض، توصل 70% من التبول الارادي بيستجيبوا للعلاج بالطياره، وان كان في نسبه انتكاس بسيطه 10% توصل 10%. يعني مجرد ما الطفل بنبطل الكونديشن ريفلكس ده ممكن يرجع تاني 10% منهم بس. تمام. معانا اتصال تليفوني استاذه اسماء. اهلا بيكي، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي استاذه اسماء. انا سامعه انك بتكلمي من الدكتور. اتفضلي. أنا سمعت بنتي 11 سنة. كم؟ 11 سنة. 11 سنة. بتضايق نفسها بالليل. طيب. يعني ممكن مرتين بالليل. مرتين بالليل كل يوم؟ آه. وبالنهار في تبول بالنهار برضو ولا بالليل بس؟ لا 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 بالليل بس. طيب أنتوا عارفين أسباب اللي بتؤدي لكده ولا أنتوا لسه مش عارفين ما كشفتوش عليها؟ لا أنا وديتها للدكتور، بس وديتها للدكتور مسالك بولية. تمام. قال لكم إيه؟ قال ان هي عندها ضعف في المثانة. عندها التهاب في المثانة؟ ضعف. ضعف في المثانة. ضعف. تمام. طيب ان شاء الله الدكتور هيرد على حضرتك. شكرا ليك. هو الحقيقة 11 سنة كبيرة يعني. ايوه. زي ما قلنا دلوقتي لو الطفل بيتبول اراديا بعد 6 سنوات لازم تدخل طبي. الاول بناخد تاريخ المرضي للعائلة، وزي ما قلت لحضرتك ممكن نشخص بيه سبب عضوي. هي كشفت وطلع ضعف في المثانة. ده ايه نوع العلاج اللي بتحتاجه يا دكتور؟ ده بيحتاج زي ما قلت لحضرتك لو تحليل البول طلع ما فيش اسباب عضوية سبب الضعف ده. فده بقى حضرتك لو بس ضعف في المثانة ما فيش امراض ثانية. ما فيش امراض عضوية سببته، يعني في ممكن ضعف في المثانة ده نتيجة برضه زي ما قلت لحضرتك عيب خلق مثلا في ادى للضعف ده. لو ما فيش سبب عضوي يعني خلقه بس المثانه ضعيفه ده بتستجيب للعلاج زي ما قلت لحضرتك دلوقتي 70% منهم بيخفوا بالجهاز ده،
وفي حالات بنتدخل معاها طبيا بنديها علاج دوائي، وان كان العلاج الدوائي ده بيبقى مؤقت يعني، يعني نسبه الانتكاس فيه بتبقى عاليه جدا. تمام. وفي الحالات اللي ما بتستجبش للبول ده في العلاج بالتنويم. ده بيحتاج لدكتور امراض نفسيه. تمام. علشان ينام الطفل، وحوالي 50% من الحالات دي بتستجيب وما بيحتاجش فيها اتجاهها بالعلاج بالتنويم ده. تمام. نرجع بقى للعلاج السلوكي، امتى اقدر احدد ان المريض ده او الحاله دي محتاج علاج سلوكي فقط، وامتى اقدر اقول لا ده سلوكي وهيحتاج تدخل طبي جراحه او طبي بس؟ تمام. يعني هنرجع زي كلام سياده الدكتور، وبرضه هنحدد اذا كان الطفل محتاج علاج سلوكي فقط او لا. اذا الجانب الطبي انا مش عندي مشكله خالص، يعني لو الطبيب قال الطفل ما عندوش اي مانع طبي او اي مشكله طبيه بتسبب له التبول الارادي ايا كان في العمر اللي اتكلمنا عليها، خلاص يبقى احنا كده محتاجين تدخل سلوكي. وان كان زي ما الدكتور برضو قال واحنا بنأكد تاني ان العلاج السلوكي او تعديل السلوك مع الجانب الطبي الاثنين مهمين جدا. طبعا لو في جانب جراحه لا خلاص ده خارج عن ارادتنا كلنا، لازم يكون في جراحه، لازم يكون في تدخل راي الطبي اولا وملازم ليه على قدر كافي من الاهميه الجانب السلوكي. الجهاز اللي قال الدكتور ده فكره ممتازه جدا برضو، ويمكن مش في متناول كل الناس برضو، بس هو فكره ممتازه جدا، وهي قائمة أصلا برضو على فكرة تعديل السلوك. والجهاز ده يعني احنا بنستعيد حتى عنه بالأم، هي بتقوم الطفل ان هو يعمل حمام والكلام ده كله. الجهاز ده على دور الأم جدا طبعا، الدور الأم في العلاج النفسي واحتواء الطفل وإحساسه بالأمان، أعتقد ان ليه نسبة كبيرة جدا في إنجاح عملية العلاج. طبعا. فالرسالة اللي بتوجهها للأم العصبية أو الغير متفهمة لحالة ابنها وبتعامله بعنف. تمام. يعني عايز أقول لحضرتك كمان في من الدوافع النفسية عند الأطفال، يعني حتى لما فرويد قاعد يتكلم كده عن المراحل السنيه والاعمار المختلفه والتطور النفسي الارتقائي للطفل، قال لك ان في مرحله من المراحل الطفل ده بيحب ان هو ايه؟ يغريزه حب التملك. حب التملك ده بيجي ازاي؟ فيقعد يفكر اتملك ايه؟ فاقول لك لا، هو البراز بالنسبه لي مرحله اسمها مرحله الشرجيه، دي الحاجه اللي اخد منها اللذه بتاعتي كلها. فيقول لك خلاص، يجي يقعد مثلا تلاقيه راح يحس جنب لوحده ويعمل تبرز مع نفسه. ده مش قصه لا ارادي، هو قصه انا بقول لك الدوافع النفسيه اللي ممكن الام تكسرها وتحطمها وتعمل مشاكل تانية قدام للطفل، فيعمل مع نفسه حمام. يعني هي تروح ضربه بالامان، فبيلفت انتباهه هو ارتقاء نفسي. هو بيشعر احيانا بنوع ده تحليل نفسي الجزء ده، عايز يحس انه مهم يعني. ايوه. فبيعمل حمام مع نفسه في الضمبل او الواحد على الارض، بس الفكره كلها اما الام تجيبه على الكتف تقول له لازم تقعد، لازم تعمل حمام هنا، فيمتنع. هو خلاص مش عايز. يعني حتى بعض الاطفال لما يعمل في الكوتي كده ورايح مثلا يرميها في الحمام تلاقيه بيبص، بعض الاطفال يلعب فيها مثلا بعد ما يخلص. بدايه الادراك بقى بتشوف حاجه غريبه. اكتشافات كلها. حتى بعض الاطفال لو رماها كده وشديت على التليفون ممكن يجي له صدمه عصبيه، صدمه نفسيه، يعني الموضوع بالنسبه له يعني حاجه تهمني. غريزه حب التملك. طيب الام اللي بتضغط على ابنها بالعافيه لازم تعمل، ما تعملش بره. يعني عليك. احنا ما نقعدش الطفل على الكوتي اكتر من ربع ساعه، ده في التدريب السلوكي ربع ساعه فقط، رفض ان هو يعمل قومه. بنعتمد على فكرة التدريب أكتر من العقاب. طب لو هي ضغطت عليه وقالت له اقعد واقعد وما انتش قايمة لما تعمل، يعني حضرتك عارفة ان في أم بتجيب عصاية وتقعد له جنبه كده، لو قمت ما عملش هعمل كذا، طب هيمتنع، هيجي له إمساك، الإمساك بعد كده هيضطر يعمل. بس ما بيحبش العند. طبعا. هو بيعند بس ما بيحبش الكبار يعندوا معاه. طبعا. وبالتالي بيرفض الفعل اللي في مصلحته، لأن طبعا الوسيلة اللي خد بيها أداء الفعل ما عجبتهوش. طبعا. يعني وبتبدأ تظهر بقى مشاكل تانية، يعني بقى يجي يعمل برضه عنده إمساك فتح الشرج تتعور، يجي يعمل يتألم تاني فتعمل بالظبط، فتظهر مشاكل كتير واضطر تدخل طب كده. لكن أفضل حل طبعا بعد الجانب الطبي واستشارة الطبيب هو الجانب السلوكي. الجانب السلوكي إني بحدد عدد مرات وبعد كده بشوف وبرتب وبدي الأم إرشادات، أنت هتعملي إيه عشان الطفل ده تضمني على أكبر قدر إنه ما يعملش حمام، كمية السوائل، حتى بالليل طفل صحي عايز يشرب مية، فأروح مديله حاجة كبيرة كده بس فيها شوية مية إيه؟ صغيرين، يعني زي تنبيه للجهاز العصبي، أنت خدت كمية كبيرة وهتشرب وتنبسط. طيب ما سيبش جنبه حاجة فيها مية، كل ما يتقلب يقوم يشرب، إنه يعمل حمام قبل ما ينام زي ما قلنا، إنه لو قام ناشف من النوم وده مهم بالنسبة لي لازم ياخد تدعيم فورا. ده برضو الجانب السلوكي. الجانب السلوكي بيعتمد على تنظيم
وفي الاخر تدامت. يعني في النهايه نقدر نقول للام ما تحاوليش تضغطي على اتمام النجاح لعمليه العلاج بشكل فوري وتبقي مستعجله عليه، مش يومين وهيبطل، لازم تاخدي الموضوع تدريجي، مره هيخطئ ومره هيصيب لحد ما ان شاء الله خلاص الموضوع هيرسى على انه ناجح فيه خلاص. أيوة. وتدرب عليه بالممارسه وبالتكرار وبالصبر، لان علاج التبول الارادي الحقيقه من ضمن زمله مشكلات هندخلهم في اللي بيتعالج بحاجه اسمها تشكيل تدريجي وتقليب تدريجي. تمام. يعني مشكلات اللي بتاخد وقت على ما تتعدل في النهايه. تمام. دكتور، في مشكله بعتهم مشاهدينا على صفحتنا على البرنامج، في حد بيعاني من التبول الليلي وعمره 13 سنه وعاوز حل جذري لانه كشف كثير ومفيش حل نهائي للموضوع ده. ده نشرح حالته ازاي سريعا؟ زي ما قلت لحضرتك، هو الاول نستبعد اي سبب واضح. زي ما قلت لحضرتك، لو هو عنده امساك مزمن لازم يعالج الامساك المزمن. لو عنده التهابات في المجال البولي يعالج التهابات المجال البولي. لو عنده مشكله جراحيه لازم دكتور جراحه يتدخل فيه. لو ما عندوش اي حاجه من دي، اول حاجه التعديل السلوكي زي ما قال الاستاذ اخو فاضل، ومهم قوي في حكايه التعديل السلوكي ده زي ما هو ذكر عدم العقاب. تمام. لان في امهات العقاب بيدي تاثير ثاني. بيعمل. جميل. في حاله ثانيه 15 سنه كشف وما عندوش اي مشاكل في المثانه، لكن برضه بيستمر معاناته مع التبول اللا ارادي يوميا. طيب، زي ما قلت لحضرتك بقى، الحالات دي ممكن نستخدم الجهاز اللي هو تعديل السلوك عن طريق الكونديشن ديفليكس ده. دي جهاز التنبيه ده. وفي حالات كتير جدا بتستجيب للعلاج ده، بتوصل حوالي 70% زي ما قلت لحضرتك الحالات بتستجيب، بس بيقعد فتره. يعني برضه الام ما تستعجلش، يعني مش ما هو اول يوم هيستخدم في جهاز التنبيه هيستجيب، ده بيقعد من 3 لـ5 شهور. لازم الام تبقى عارفه المساله، ده مش علاج ما بين يوم وليله هتجيب نتيجه. تمام. العلاج في علاجات دوائيه بتجيب نتيجه سريعه فعلا. تمام. خد بالك حضرتك. معانا اخر اتصال تليفوني من نورهان. اتفضلي يا نورهان. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ ممكن، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا بنتي عندها 2 سنين و7 شهور، والمفروض ان انا قلعتها الحفاضه بقالي حوالي 8 شهور او سنه، وما كانتش بتعمل حمام بالليل وهي نايمه، كانت بتصحى كويسه. بس حاليا يعني الفترة بقالها حوالي 2 أو 3 أسابيع بقت بتعمل على نفسها بالنهار حتى بالليل، وبتكز على اسنانها جامد قوي وهي نايمة بالليل، فيا ريت اعرف السبب. شكرا ليكي، هنعرف السبب من الدكتور حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة زي ما قلت لحضرتك، انا ما بقلقش من عدم التحكم في التبول قبل سن 14. يعني زي ما قلنا في البدايه ما نحكميش عليها دلوقتي. أيوة. كده مستعجله. ده طبيعي الطفل ما يقدرش يتحكم في البول لغايه سن 14. ده بالنهار. بالليل ممكن لغايه سن 6 سنين برضه ما يقدرش الطفل يتحكم في البول، ويحصل له نوبات متكرره من التبول لا ارادي ليلي. ده طبيعي. جميل، احنا شكرين لحضراتكم جدا على المعلومات الجميله يا دكتور عصام واستاذ سامح، وان شاء الله تشرفونا في معلومات جديده وحلقات جديده واولاد بيجننوني. شكرا لكم مشاهدينا، ونشوفكم في حلقه جديده واولاد بيجننوني. اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، قولوا الفرق لو صحيت اتحرك. اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، وخلاص انا بتقولي اعمل ايه.